ونستقبل الآن الزميل طارق الحماد الذي سيكون معكم على لقاء الدوري الإسباني للدرجة الأولى، حيث لقاء برشلونة وإشبيليا. مساء الخير طارق. مساء الأنوار، السلام عليكم. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن. الحقيقة أنا وأنا أتفرج عليكم في الفندق مستمتع ومبسوط، وكنت أتمنى أنكم تواصلون إلى مباراة برشلونة وصراحة وشبيليا إذا في مجال. طبعا إذا ما عندكم مانع عادي، أنا وائل جمعة وطارق الدياب نقدر نمشي عادي، ما عندنا مشكلة. ما عندنا مشكلة والله، لياقتنا عالية. يعطيكم لا لا يعطيكم الصحة. اسمح لنا عاد تأخرنا عليك أستاذ طارق. بالعكس، وأنت الخير والبركة. واحد من الشخصيات الكبيرة والمهمة. جزاك الله خير. وتتعرف دكتور طارق وكابتن محمد. أي بينت الطبلة خلاص. مش قلت لك يا كابتن؟ مش قلت لك خليكم بعدين يا كابتن. سوا سوالا سيزر إبراهيم. بقول لك يا طارق، اتغر قوي. اتغر. لا 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 لا، اتغر بعد اللقاء. أعوذ بالله. لا، على فكرة، على فكرة هذا الرجل معدن أصيل. ايوه الحقيقه. وانا شاهد بعد الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل، سنتين ونص ثلاث سنوات تقبل متعايش معه، معدن أصيل، صاحب بس أخلاق بس عالية، يعني تربية عالية ما شاء الله، مهارات عالية أيضا، وإمكانيات عالية. والحقيقة لا لا تجامل مهارات، لكن والله هم غيرانين الحين على فكرة. مهارات عالية. أنت بقالك سنتين تعرفه، احنا بقالنا 10 سنين. لا لا لحظة لحظة، أنت شو الموضوع؟ أنت تشكك في المهارات العالية؟ المهارات يجاملك وايد. ما شفتوش هو مهارات؟ ما شفتوش هو بيلعب كرة؟ ما حصل لي الشرف الحقيقة. ما عشان كده بتقول مهارات. أنا على كل حال، قبل هذا الكلام، قبل هذا الكلام أنا كتبت لك رسالة. الله. فأنا ما ودي إنك تقرأ الرسالة أمام المشاهدين. أيوة. لكن احتفظ فيها. الله. لا لا، لازم يشوفون المشاهدين، لازم يشوفون المشاهدين. ها يلا. شوف. لا الخط لا لا لا، شوف شفتوا يا جماعة الخير، شوف شوفوا كيف يعني توافق بيني وبين هذا الرجل. والله ما أعرف كنت إيش كاتب، ما كنت عارف ايش كاتب صراحه. الله شوف. تقرا لنا. اقرا اقرا. لا لا، شوف على الشاشه. شوف، ما انا مش شايف. ما يبين. ما يبين. اقرا كابتن محمد ابو تركه، اقراها. ما يبين. ما يبين. اقرا يا محمد. ما انا لازم نظاره. لا نظاره نظر اللي بيلبسها كابتن وائل جمعه. يا نظاره يا نظاره، او يسوي لك زوم زوم ان. لا ابراهيم يا عم ابراهيم، بس هذه الامكانيات فضحنا على الهواء. لا بس صدق كابتن وائل، وائل عنده نظاره ما شاء الله مذهبه، يعني قيمتها يمكن 30-40 ألف شراء روحة. ما ماشي مع الشعر الأبيض. أيوة بالضبط. بس نظارة عالمية. أنا ما لها علاقة يا كابتن، ما لها علاقة. الرد بعد شوية يا كابتن، ثواني الرد إن شاء الله. عموما يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. شكرا عبد العزيز. شكرا جزيلا. الليغا إن شاء الله تعالى سنلتقي معكم مشاهدينا الأعزاء بعد قليل أيضا في مواجهة برشلونة المتصدر، والذي يقدم أداء مميزا وكبيرا في الدوري الإسباني من أمام إشبيليا.